مع حضراتكم بتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي لمجلس إدارة نادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين أهو، خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية. مرة تانية، خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية. إذن على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي بيهنئ مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره وأعضائه بالفوز بالبطولة الكونفدرالية. كابتن ماهر،